كيف يخفون المعلومات معلومات القتلى؟ يعني نشاهد في فيديوهات انه مجموعه كبيره من القتلى الصهاينه وعلى وسائل الاعلام الصهيونيه مجموعه بسيطه جدا. هل يقنعون الاهالي نعم باموال مقابل عدم الكشف عن القتلى او هناك شيء اخر يعني؟ نعم، هناك عائلات كبيرة تصلها المعلومة مع وعودات بأن لا يعلنوا هذا الخبر أو عن موت ابنهم مقابل أن يتم إعطائهم مبلغ من المال يسكتهم. ومن يعرف طبيعة هذا المجتمع الصهيوني الذي يعني اعتمد بكثير من الأحيان على الابتزاز، إن كان من الدولة أو من مؤسسات هذه الدولة، لأنه كان يسجل عندما كان يعني يمر صاروخ فوق منطقة سكنية معينة، كان يسجل العشرات والمئات أنهم أصيبوا بالرعب، أصيبوا بالهيلم. وهذا يعطيهم نوع من الكريدت أمام، وهذا نوع من الأفضلية عند الدولة لتأمين بدائل عن هذا الهيلم وعن هذا الخوف وعن هذا الرعب. لذلك أصبح هناك مزاجا عاما في هذا المجتمع الصهيوني بالابتزاز والاستفادة. وكثير من العائلات يعتبرون أن الخبر بإعلان ابنهم كقتيل في هذه المعركة لن يجديهم نفعا، وبالتالي هو مات لن يعود إلى للحياة، فيأخذ مقابل هذا أموال، يعني مقابل السكوت تم الإعلان عنه. لذلك يأخذون المنحة الابتزازي والمنحة الاستفادة الأنانية في هذا الموضوع. وأيضا هناك أخي الكريم، هناك أعداد كبيرة من المرتزقة، هناك عملاء من جنوب لبنان فروا مع الكيان الصهيوني، اليوم كثير منهم هم يخدمون أيضا على الجبهات ويموتون، وبالتالي هؤلاء لا سائل عنهم، وبالتالي يتم الإخفاء لأنهم لا من يسأل عنهم. وأيضا هناك جنود بهويات وجنسيات أخرى تم استجلابهم كمرتزقة يستفيدوا من هذه الحرب ويموتون في هذه الحرب قبل أن يستفيدوا.